بفقرتنا الفنية نستقبل مع بعض من تونس النجم التونسي أكيد المعروف في أغانيه ونجاحاته أيضا باللغة التركية وسيم. صباح الخير وسيم. صباح النور. أهلا وسهلا فيك في الأردن. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم. صباح الخير وسيم. يعيشك. أنت عازف على الجيتار وكمان مؤلف موسيقي وبتغني، يعني ماخذها من جميع الجهات، وعائلتك فنية ولكنها غير محترفة. أيه. صح. مظبوط. مظبوط. عزفت على الجيتار من عمر صغير. من عمر صغير ومهندس صوت. درست هندسة صوت عشان هيك رحت على تركيا انجينير. عشان تكمل دراسة. تكمل دراسة صوت وبعدين دخلت في الفيديو في كذا شغلات. اها. ليش توجهت لتركيا لتدرس؟ شو اللي جذبك كمان في الأنغام التركية وسيم؟ قبل الأنغام التركية يعني كنت أنا ندرس في هندسة صوت وفي بالعربي يعني في نفس الوقت كنت ندرس لغة تركية. أه. يعني السنة الأولى وقتها بلشت في اللغة التركية، فكان عندي بروفيسور يعني درسني اللغة التركية، هو اللي كتب لي أول كلمات اللغة التركية، كنت أنا مسوي التوزيع واللحن لأغنية بروحي سكنت جميلة مستر مصطفى سولماز، وكان هو منشط في قنوات تركية قبل ما يجي لتونس يدرس ويشتغل في السفارة. فمن هناك بدأت البداية، كتب لي الأغنية وشافني أني أنا يعني مهتم كثير وعندي يعني طاقة يعني نجم نحقق انتشار سواء في تركيا أو في العالم العربي، فساعدني وذيك كانت أول أغنية تركي عربي في أول أغنية إلي. أنت رحت على تركيا بال 2005 ولا 2006؟ في 2005. 2005. هلا بتحكي تركي ممتاز نصر سنس؟ الحمد لله. نصر سنس. بتفهم مسلسلات تركية من غير ما تقرأ الدبلجة أو من غير ما تسمع الدبلجة، مش صح. تقرأها. المحظوظ أكثر منه. هلا أول أغنية كانت بروحي سكنت جميلة صح ب 2006، كيف حسيت أصداء هاي الأغنية؟ كيف نجاحاتها؟ ما انتشرتش كثير في تونس لكنها فتحت لي باب كبير في تركيا، لأنه الأتراك يحبوا اللحن العربي، ليس اللحن العربي، إنما نشر ثقافتهم التركية في العالم العربي. بالضبط. يعني هي كانت سياسة السياسة اللي يعتمدوها هي نشر الثقافة التركية في العالم العربي منذ، وما زالت السياسة بتعتمدوها الآن، ما عادش سياسة ولت مزروعة في العالم العربي. خلاص. لكن هي بالبداية كانت عندهم السياسة أنهم يحبوا يروجوا الثقافة التركية والمسلسلات وكذا. فأنا كنت من البداية قبل دخول المسلسلات التركية والموجة موجة المسلسلات التركية والدراما التركية للعالم العربي، كنت أنا في متواجد بالنمط التركي بالستايل التركي. بتحس حالك وسيم أنك انشهرت بتركيا أكثر من العالم العربي، ولا هلا أنت مشهور بنفس النسبة؟ والله العالم العربي في أماكن وفي أماكن لا، يعني أنت شفت صعوبة، يعني لازم إدارات أعمل في كل أماكن. في الجزائر. وين بتحس الأماكن اللي ما وصلتها لسه؟ أو حابب توصل؟ حابب نوصل مثلاً الخليج. الخليج. الأردن، جيت الأردن. إن شاء الله الأردن. أهلا وسهلا فيك طبعاً. عايشك ميرسي. انتهزنا فرصة وجوده صح دارنا. رح تغني لنا هلا بالتركي وكمان أوكي. كان في يعني هيك بريق من النجاح في أغنية سنوات الضياع والأغنية والريمكس. وعادت الريمكس عربي تركي أحسن شيء تفهم ويذيع على كل الإذاعات التركية. وأيضا أغنية اللي بالعربية سواء بالتونسي أو باللبناني اللهجة الشامية. كان ساكن؟ لا، في جروح الروح. في جروح الروح هي 2008. 2008 هي فيديو كليب على ميلودي. الفيديو كليب هذا يعني نزلته بميلودي وبكثير قنوات عربية. بعده هو أخذ لحن فنان سوري، يعني مثل ما أخذوا سنوات الضياع. سنوات الضياع يعني هي أصلها أغنية المسلسل غنيتها انتظار التركية. بالزبط. وبعدين أنا أول عربي غنيها بالتركي وانتشرت، ولكن فيها اكتشفت بعدين لما رجعت تونس باش ندخل برامج تلفزية وفي العرب يعني غنيها بالعربية. بالضبط. نسمعها منك وسيم. لا مش نسمعك أغنية أخرى. أخرى؟ طيب إيش إيش عبالك تسمعني؟ تحب نسمعكم الريميكس سنوات الضياع؟ آه يا ريت. أوكي. أنا كثير بحب الأغنية، يعني أنا حضرت المسلسل عشان تصوري كنت أسمع تتر البداية. يعطيوني الموسيقى من فوق. خلص هلا بنسمعها، هي جاهزة. نحط الموسيقى من فوق. يلا جاهزة الموسيقى، تفضل. بتذكرني بالمشاهد دراما. عندي
هاي الأغنية أنا شخصياً بعشقها، وزي ما قلت هي كانت انطلاقتك يمكن ب 2007 كان أول فيديو كليب، بس هي كانت انطلاقتك الحقيقية صح بال 2008 العالم العربي عرفك من خلال هالأغنية، يعني وسيم ظهر للعالم العربي من خلال هالأغنية وانتشرت أكثر في الريميكس، لأنه الريميكس مختلف على الأغنية الأصلية، وكله في عرب يعني عاودوا الأغنية باللغة العربية في النمط القديم، لكن الريميكس هذا جديد حتى الأتراك حبوه أكثر يعني لأنه فيه عربي وحتى لو في ريميكس بس بتضلها حزينة هي هي حزينة بس بتحسي كل العواطف تطلع وانت بتسمعيها صح مزبوط. كيف تجربة الفيديو كليب بالتصوير؟ قديه حسيت مهم أنك تصور أغنية بتعطيها انتشار أكبر؟ أكيد لازم الأغنية تتصور، وأنا يعني دارس كما قلت لك هندسة صوت، خريج يونيفرسيتي يعني سينما، فمش صعب علي التصوير او مونتاج او في لحظات خاصة يعني. اذا الباك جراوند اكيد صورت بتركيا؟ لا المشاهد وين صورتها؟ في تونس الفيديو صورت كليب. كمان تونس حلوة تونس الخضراء تونس الخضراء تسمعنا اغنية وسيم لايف اوكي يا ريت ايش بدك تسمعنا؟ اغنية تركية اوكي بعدين بترجم صح انا بترجم مع اني بعرفش هي ترجم dang dang da na 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 Bütün dostlarıma sevgilim seni Düşman ettiler bana Bir hataydı beni seçmedin inandın onlara Sihirli sözleri aldandım Rüya tınar sana Yalnızlık alır getirir Vay beni yazık bana Eller böyledir hep ayrı Karışır sevdalara Eller böyledir hep ayrı Karışır sevdalara طبعا وسيم شكرا لك لهي المقطع الغناء الحلو ايش معنى معناتها هي اغنيه على الحب وعلى الفف... هو اكيد اغنيه على الحب رح يكون صح لا في اغاني كثير مش على الحب لا بمزح بس هلا انت مش بس تركي بتعرف تعرف اسباني بتعرف لغات ثانيه عشان هدفك الوصول للعالميه مش زي الوقت لسه كل شيء بوقته حلو كل شيء بوقته حلو حتى الحق والانتشار عربي ثم وسيم انت كنت ضد ركوب الاحداث يعني انت قدمت اغنيه لتونس اغنيه عن ثوره 25 يناير صح. وتعرضت لنقد بخصوص هالموضوع لكن انت مش يعني مش عم تركب الاحداث او مش عم تستغل الاحداث صح هي تعرضت شويه نقد في البدايه لكن بعد الاغنيه تونس ضربت اما مثلا نقد على اغنيه تونس يوم 14 جانفي يوم 15 نزلتها اوكي على طول على الفيسبوك ضربت في الفيسبوك فكنتش نجم نتنقل انا في يعني صعب انك تروح الاذاعات وكذا فهم اخذوها من الاذاعات من الفيسبوك وكذا 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 ونزلوها حتى على محطات من الفيسبوك من الاول يعني في البدايه تعرضت للنقد لانه يقول لك فلان ركب على الثوره او ركوب استغل الحدث وهو مش استغل الاحداث هي عواطف تتحرك يعني فيك بالاخير من الداخل في غيره في الموضوع في النهايه يعني الفنان بيقدم رساله بيقدم رساله يقدم شيء عقل شيء يقدم للوطن نتاعو حاجه وان شاء الله على قريب باش نعملوا اغنيه على الاردن ان شاء الله يا رب اكيد يعني وتعمل فيديو كليب عنا طبعا في الاردن عشان الاردن جد جميله صح بس جميله وحلوه أكثر وفيها امان وناسها طيبين ان شاء الله تضل هيك حابين اكثر ما نسالك وهيك كمان بدنا نسمع منك اغنيه ثانيه عشان بس بالتونسي. حبينا بالتونسي بالعربي يعني يزيك تسمعوا بالتونسي ما بدك تجتهد وحدك لحن مغاربي تجتهد وحدك ايش اجتهد لوحدي؟ ايه على الفهم لا بدنا منك لايف بدنا لايف نسمع بدنا لايف نسمع اغنيه انت من ذوقك حتى مش شرط يعني او حاطين المزيكا هلا انت يعني عند يعني قدمت عده الوان وسيم دبكه راي فلامينغو مصري تركي شو يعني هلا سمعنا تركي ايش حابب سمعنا لبناني كمان اي لون بدك اياه تو يعطيني المزيكا يزيك اغنيه يزيك ما في مشكله مش جاهزه فاذا بتقدر شيء لايف شو مثلا نحب نعطيكم لايف زي ما بدك جروح الروح بما انها انشهرت كثير جروح الروح بدنا نسمعها يعني هي كانت انطلاقتك الحقيقيه نحاول نشوفها لايف خلص اوكي
انتي انتي حياة الروح اللي دوبت الروح خليت الروح كل جروح بعدي بحبك ابدا لا اعذبني بعضك الكلام قلك انساني وخليني انساك انتي حياة الروح اللي دوبت الروح خليت الروح كل جروح بعدي بحبك ابدا لا اعذبني بعضك الكلام قلك انساني وخليني انساك كان ساكن فيا غرام وحنين وامل وامان حبيتك انا عشتك انا لا بيكفي كلام وهلمت في الغرام وقلبي صار ناس اللي كان هيدا قلبي عايش غربي والله حرام ميرسي اما مريضة شوية باردون سلامتك لا بالعكس كثير حلو جريبو. كلنا عنا جريب عشان الطقس وسيمة خلينا نشوف مع بعض وهيك المشاهدين تعرف عليك أكثر بفيديو كليب تشوف أوكي. مع بعض جروح الروح أوكي يأ. قعدت 15 يوم حلو كثير كل التوفيق لك نتمنى وسيم من تونس من تركيا ولكل العالم طموحك طبعا توصل للعالمين ان شاء الله موفق انت شاركت ايضا بمهرجان الربيع في الاردن سبب وجودك الربيع في اربد برعايه شريفه بودور وجيت انا للاردن على 4 أيام فقط كيف كان المهرجان؟ كثير حلو حضروا فيه كثير يعني ناس وفيه جاء نجوم جاء زيد برجي ريان كله ممتاز ومسافر هذا الأسبوع إن شاء الله أنا كنت المفروض نسافر يوم 2 ماي يعني جيت على 4 أيام فقط للأردن بتضلتك لهون طب هذا من حظنا مانيش عارف من دواعي سرورنا ميرسي عايشك كثير وسيم شكرا لوجودك معنا شكرا لهذا الأداء طبعا احنا اسفين يعني صوتك شوي رايح بس مش مشكلة لساته حلو والناس حسوا طبعا بالإحساس وكمان بالألحان والكلمات اللي أنت مرات تكتبها شكرا لوجودك ميرسي نشكرك ونشكر دانا ونشكر القناة على الاستضافة نشكر كل الأردن والشعب الأردني زاد على الترحاب على حسن الاستقبال
تسلم، وما تنسى وعدك تعملنا طبعا اغنيه عن الاردن مع فيديو كليب. ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. نتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل، فقره المطبخ نشوف شو عاملين اليوم، خليكم معنا بعد الفاصل.